ولمتابعة آخر التطورات العسكرية والأمنية في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا بكم أيمن. أهلا بكم. كيف تبدو الأوضاع في حدود قطاع غزة عقب نشر قوات الاحتلال لمزيد من القوات العسكرية على حدود القطاع بعد إطلاق الصاروخ؟ نعم، في هذه الأوقات حالة من الترقب والانتظار تسود الشارع الفلسطيني هنا في قطاع غزة مع استمرار قوات العدو الصهيوني بنشر قوات على حدود القطاع وإصدار توجيهات لمن يسمى بسكان الغلاف في محيط قطاع غزة بضرورة مغادرة حقولهم بعد حوالي ساعة من الآن، كما أعلنت الآن العديد من وسائل الإعلام العبرية. حالة كما قلنا هنا في قطاع غزة، الترقب والانتظار سيد الموقف، هذا المعلن، لكن من تحت الطاولة يبدو بأن هناك تبادل للرسائل بين مختلف الأطراف بواسطة الوسيط المصري ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. إلى أي مدى تتوقع أن تقدم قوات الاحتلال على اجتياح القطاع عقب هذه الحادثة؟ يعني مسألة اجتياح القطاع، وإن كان يبدو نشر قوات برية وغيرها في محيط القطاع، لكن أمر في هذا السياق من المستبعد على الأقل في الوقت الراهن، وتكلفته ستكون كبيرة للاحتلال بكل تأكيد، لكن لا شيء مستبعد في مراحل متقدمة، بمعنى هناك وسطات تجري بعيدا عن وسائل الإعلام في الوقت الراهن من قبل الأمم المتحدة ومن قبل جمهورية مصر العربية والعديد من الأطراف الأخرى في محاولة لاحتواء المشهد. المتوقع بأن قوات الاحتلال الصهيوني ستقوم بالرد، وهذا ما تدرسه المقاومة الفلسطينية، وقامت بإخلاء كامل الوزارات والمقرات المدنية وغيرها هنا في قطاع غزة خشية يعني وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، وهناك كما قلنا حالة تأهب قصوى في صفوف كذلك رجال المقاومة الفلسطينية منذ فجر هذا اليوم. هناك اتهامات للحكومة الصهيونية بافتعال هذا التصعيد لأسباب تتعلق بقضايا الفساد التي يتورط فيها نتنياهو وكذلك بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ما مدى صحة ذلك؟ يعني هذا أمر دقيق، ليست هذه القضايا فقط التي قد تدفع الاحتلال الصهيوني لافتعال مشكلات هنا في قطاع غزة أو أحد الأطراف الموالية، هنالك ما جرى في المسجد الأقصى المبارك وما يجري، هنالك ساحة السجون واعتداء قوات الاحتلال على الأسرى داخل السجون، هنالك حالة الفقر الشديدة هنا في قطاع غزة والتحذيرات التي خرج بها أكثر من طرف بإمكانية انفجار الأمور، وهنالك تصعيد المسيرات على الحدود مع الكيان الصهيوني المطالبة بمنح أهالي قطاع غزة كافة حقوقهم التي خرجوا لأجلها قبل نحو عام من الآن، وكذلك تحذيرات من قبل الاحتلال بالمسيرات المليونية التي ستكون يوم السبت المقبل. بالتالي الاحتلال كل هذه الأمور تشير إلى أنه من غير المستبعد أن يكون الاحتلال متورط في مثل هذه العمليات بهدف يعني حرف البوصلة إلى مسائل أخرى. من مقابل، كتائب القسام وسرايا الجهاد أعلنت أنها سترد بقوة على العدوان الصهيوني، هل تعتقد أن لهما القدرة العسكرية على الرد؟ يعني بكل تأكيد القوة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية لا توازي جزءا من القوة التي يمتلكها الاحتلال الصهيوني، لكن بالمحصلة المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي. قبل ساعة من الآن وبحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية أكد بأن هنالك المئات من المسلحين في مرابطهم وينتظرون الإشارة وطبيعة الرد من قبل قيادتهم، وهذا الأمر كما حدثونا قبل قليل مرتبط بطبيعة الرد الذي ستقوم به قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، بمعنى إذا كان لمناطق مفتوحة أو مقرات مفتوحة ولم يحدث أضرارا في صفوف الجمهور فسيكون الرد عليه مواديا له، أما إذا كان هناك تصعيد من قبل الاحتلال يستهدف مقرات كبيرة، مقرات حكومية، أوقع إصابات في صفوف المواطنين أو رجال المقاومة، فمن المتوقع بأن المقاومة الفلسطينية ستكون مضطرة لأن ترد وبحجم هذا الرد من قبل الاحتلال. الصحفي الفلسطيني أيمن دلول كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.